الكل يجب أن يشترك، فيما إذا لم يشترك التيار الصدري في هذه الحوارات هل يحق لكم الذهاب لتشكيل حكومة ومخالفة بيان الأمم المتحدة؟ لا نعم، بيان الأمم المتحدة مو ملزم، يعني إذا ما يريد يشارك تجبره بالقوة يشارك. هي وضحت أنه يابا أنتم أمامكم فترة قصيرة، صار سنة على الانتخابات، أمامكم شهرين تنتهي هاي السنة، أمامكم موازنة، عليكم أن تشكلوا الحكومة. شلون ما ملزم يا سيد غضنفر بيان الأمم المتحدة؟ العراق تحت الفصل السادس، ما ملزم استاذ، العراق تحت الفصل السادس تحت الوصاية. لا استاذ نجم، شنو؟ لا استاذ نجم عيني، العراق لحد الان مو تحت الفصل السابع السادس يا سيد غضنفر، العراق تحت الفصل السادس وليس السابع، انتهينا من السابع، العراق بالفصل السادس تحت الوصاية الدولية، ولولا هذا لما أصدرت الأمم المتحدة. لا أستاذ نجم، أنا أرجو أنه أنت يعني مو فكرتك تمشي للمواطن، إحنا عندنا أفكار وراء. الآن بإمكان 220 نائب يعقدون جلسة سواء مستقلين من كتل سياسية وينتخبون رئيس جمهورية ويكلفون رئيس وزراء. اليوم لغة عدد، احنا سابقا السبب هذا الموضوع انه هاي الاعداد، اعداد النواب ممسوكة من قادة الكتل، فوصلت الحالة انه رئيس الكتلة يقول مستقيل ويستقيلون، لا تحضروا الجلسة لا تحضروا الجلسة. يعني انا اتحدث عن قانون وعن دستور، يعني الان المشكلة عندكم مشكلة يا سيد غضنفر السياسية، لا تحضرون، لا تسمح لي بس انا اكمل لك. نعم كمل. مو ذا قاطعني معني الحديث. الآن القضية كالتالي، إذا اجتمعت الأطراف السياسية اللي هي ائتلاف إدارة الدولة وحضروا يوم الأربعاء العدد الكامل اليوم 220، مشت الحكومة بعد، انتهى الأمر. أما قضية التيار الصدري إذا راد يشترك فالأخوة بالإطار التنسيقي جاهزين للاشتراك بالحكومة. كيف يشترك التيار الصدري بتشكيل الحكومة؟ فمو معناته انه ما شكل حكومه، كيف يعني ماكو شيء منطق بالسياسه. زين، كيف يشترك التيار الصدري بالحكومه بعد انسحابه؟ شلون يشترك؟ ما اسمع لك. اقول لك كيف يشترك التيار الصدري في الحكومه المقبله وهو قد انسحب من البرلمان؟ بموجب اي اليه ممكن ان يشترك؟ الصوت يمكن ما واضح. سيد الشعبر تسمعني الان؟ الصوت استاذ نجم الان هو نعم، هو الان خارج السلطه التشريعيه، عنده ممثل او ممثلين مستقلين، ولكن هم اصلا بالتيار الصدري، لكن العدد الاول اللي كان عنده خالف. اما المشاركه بالسلطه التنفيذيه فهي طبيعيه جدا، رئيس الوزراء ممكن يختار او يقترف حكومه ائتلافيه. اكيد الحكومه الائتلافيه تتكون من عده وزراء ترشح من الكتل السياسيه على ان يكون متميزين مثلا بالكفاءة بالمهنية، يكون رئيس وزراء دخل باختيارهم، فهذا الباب ما مقفل على الكتلة الصدرية. زين، متى باب البرلمان الآن، باب البرلمان سحبه. متى تعتقد فيما إذا لو التيار الصدري رفض بالمشاركة وهذا سيدعو الأمم المتحدة إلى إصدار بيان آخر ضدكم أو ضد القوى السياسية التي ستشكل العملية؟ ما تعتقد هذا ممكن ان يحصل؟ ما فيش استاذ نجم هذا تفسير خاطئ للبيان، هذا ماكو منطوق بالطريقه هذا، يعني لو تشتركون كلكم لو ما تشتركون. هو البيان يقول، البيان يقول مواني هذا تشارك اطلع عدد هسه، البيان يقول مواني يا سيد غضنفر، هذا الكلام اللي تقوله. البيان يقول يلزم، هذا غير واقعي استاذ نجم، الواقع من عندي لو من الامم المتحده. ما فيش قرار، عيني ما فيش قرار مني لو من المتحدة. ما فيش قرار استاذ نجم، استاذ حسين، استاذ شيخنا، الامم المتحدة، شيخ غضنفر، الاطراف السياسية الى تشكيل حكومة واجراء حوار وطني، هذا البيان، مو معناته انه سيد السعبري ممكن توضح، ممكن توضح للسيد غضنفر، الشيخ غضنفر، البيان الزم الجميع بالحوار
والاشتراك له أنا غلطان سيد الشعبري؟ ألزم الجميع، ألزم بيان الأمم المتحدة معلوم، بالأخص الشطر الأخير من عنده، ألزم الجميع بالحوار الغير مشروط لتشكيل حكومة. هذا أولا. العراق ما زال تحت الفصل السادس أم لا سيد الشعبري؟ أنا هذا الكلام الحقيقة لأنه ما أقدر أبت به، أنا أعرف أنه خرجنا من البند السابع لكن السادس ما زلنا تحت الفصل السادس الوصاية الدولية.